هلا بنات، ويلكم تو سيفورا ميدل ايست يوتيوب شانل. معاكم مروه و لما، ونحن من شله سيفورا. صح، شو بنسوي اليوم لما؟ سو بما انه حنفوت هلا نحن على سنه جديده، فبدنا نترك العادات السيئه اللي مو منيحه بالسنه القديمه ونبلش عادات جديده منيحه بتفيدنا ان شاء الله باذن الله. فنبلش. يلا زين لما، انت شو هي العاده اللي مو بزينه ناويه تحطينها في يعني خلاص السنه اللي ها؟ اوكي، شو هي؟ هلا بعرف انه انا ميك اب ارتست ودائما بقول لازم تعملوا سكين كير قبل الميك اب، بس لانه انا اولويز دائما هيك مشغوله وعجقه وزحمه، فانا بس بغسل وشي وبحط فاونديشن واي سكيب لانه ما عندي وقت. مأساة. Don't judge me. لا صراحه you will be judged حبيبتي. نو لان احس وجهك عباره عن صحراء، بعدين حطيتي فوقها كريم، يعني احس ما في نظاره، ما في شيء سموث ميك اب. اي اجري، يو اجري كوز يو ار ميك اب ارتست. اوكي اي اجري انه عن جد ات ميكس ا ديفرنس، بس يو ليزي. مو ليزي، ما في وقت، يعني انا ما عندي 5 دقائق اضبط حالي، وين بدي احط كريم ولا احط فاونديشن؟ اوكي احط فاونديشن. على طاري اللي ما في وقت، انا عندي لك حل. عندنا هني سربرايز، ما كان يبين بس الحين ابين. هذا الله يسلمك ماسك، هذا اسهل شيء تقدرون تسوونه لو انتم مستعجلين نفس لما ما عندكم وقت. على الاقل حطيه، سوي شيء ثاني بعدين ابدي حطي الميك اب على الاقل. ها اسرع شيء عن جد، حتى فيني احطه قبل يعني الليله اللي قبل، سو اتليست يعني ما بيكون على قولتك صحراء. ترومون تسوون جود سكين كير في الليل بعدين تحطون ماسك بعد عشان تنشون شي وجهكم وايد مويستر هي، وتبدين تحطين ميك اب. فعندك اي ميك اب، اي ماسك فيس ماسك، فكنا محطيهم. شو بعد في هي اهم شيء النوز ستريب، هدول اللي عندهم بلاك هيدز هون فيكم تحطوها. انا هي دائما بستخدمها يعني كل اسبوعين مره، كمان دونت اوفر يوز ات، فكل اسبوعين او 3 اسابيع بتستخدموها مره بروحوا البلاك هيدز عشان طوايدي كيوت صراحه. عن جد شيز كومينج وذ مي. زين هلا انا قلت وحده اوف ماي باد هابتس، انت شو عندك باد هابت؟ اوكي انت اكيد عندك هابتس باد هابتس. ليش تي ماخذه عني فكره مو حلوه؟ ما يستوي والله والله انت ماخذه عني فكره مو حلوه. بس المهم على طاري النايت سكين كير، انا عارف اني نصحتك، لكن انا مرات اكون راده تعبانه من تصوير، فشو اسوي؟ اروح اشيل الميك اب، ميك اب وايبس واروح انام. يا سلام. وباكر الله يستر اسوي ماي سكين كير على الاقل، بس انا مو كل يوم، يعني مراتي ما كنت تعبانه صدق شي اسوي. ايه فشفتي حسيتي فيني انه انا الصبح ما عندي وقت، انت بالليل بتكوني تعبانه. ما عندي وقت. فا اوكي، اول شيء اكيد 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 رح انصحك تبلشي بسكين كير، وانه تكوني كثير انه ديديكيتد، يعني ولا يوم تعملي له سكيب. صح. بس انا رح اعطيكي طريقه كثير حلوه. ها سهلي لي الحياه. بتروحي على ابلكيشن تيك توك، في عنده فلتر بورجيكي حالك لما تكبري كيف رح تكبري وتختيري. بس تشوفي حالك وكلك رينكلز وهيك رح تصيري تتشجعي انه تستخدمي سكين كير كل ليله. وصراحه عندنا هون فول كوليكشن من فيس واش لسيرمز لمويسترايزر لاي كريم، وحتى عندنا الجواشا. سو يعني بعرف انه انت حتكوني تعبانه وما عندك وقت، بس انه عادي استخدميهم وهي انت بتختي عمليه. يس اكزاكتلي، بحدد الوجه وبيرفع هيك الخدود، بيعطيكم مثل كراسي خدود حلوه. شكرا شكرا. زاد وايد كيوت انه وايد صغير هون. مشان هذا تو ستيك تو ات، مو بيقولوا لك العاده بدها تاخذ لها كانه اذا بتعملوها 40 يوم متتاليين، بس انت مو 40، انت عمليها اسبوع وانا موافقه. خلاص اوكي الحمد لله. زين خلصنا من ماي باد هابت، دورك شو يور باد هابت؟ هلا انا الباد هابت تبعي انه مو دائما مستعجله كمان، فما بلحق انه اوكي بحط برفيوم وبطلع، بس انه بكون من الصبح لاخر الليل برا. فما بعرف كيف بدي اخلي البرفيوم تبعي يضاين او ارجع اعمله ريفرش. صراحه انت مشكلتك انه ما تتفاجئين تحطين العطر الكبير داخل الشنطه. اي لانه انا شنطتي صغار، فاللي عندهم شنطه صغيره، انا بعد وايد احب يكون عندي شنطه صغيره، ما احب الشنطه اللي وايد كبيره. فانا احس انه لازم تاخذون من العطر المفضل عندكم ميني سايز، لانه تروحون تحطون في الشنطه فشي ايزي شي and you're good to go. يعني شفت وين حطه في الجيب، ودوم ريحتكم فريش. و ريحه طلعت هلا، شفتي كيف كثير حلوه. انزين انا بقول لك ماي باد هابت. تفضلي. انا ماي باد هابت انه صراحه ما اتفيج اغسل فراشي. لا هذا فراشي، هذا مو السرير. كتبوا اجمعهم ماي برشز. هي انا هي فرشي، انا ما اتفيج اغسل ماي برشز مرات، وانا اعرف ان الشيء وايد مقزز
يعني بالشو. بس انا شو اسوي؟ انا احط يعني ميك اب وايبس وشي يعني امسح على السريع بس احس انه وين انظف عدل. ايه طبعا بضلوا الباودرز فيه ما بضلوا نفس اللون هو ما. لا لا بيتغير شوي اللون بصير افتح. ايوه ايه. بصير افتح. فشو انا رح اعطيكي هاك بما انه انا ميك اب ارتست وكثير بعرف بقصص البروشه، حياتي كلها بروشز انا. اوكي هلا وقت يكون عندك السبونج بتاخذي انت السبونج تعبيها مي وبعدين بتجيبي اي سوب بار هيك يكون مو سائل يعني وبتجيبي السبونج وبتبتدي فور لايك 5 سكندز تعمليها هيك وبترجعي تغسليها تحت المي بس مرتين بتطلع لك نظيفه. سو ايزي صراحه، سو ايزي لان انا احط صابون هني وتمشي اسوي وياخذ مني وقت وافورت. اوكي لما تحطي الصابون دايركتلي على السبونج اللي بصير هو انه السوب بيفوت لجوا صح ويستوي مطبات. ايوه بصير مطبات وبصير كثير صعب يطلع وبتقعدي بتغسلوها 100 سنه مشان هيك بتصير بتتكسلني وما بتغسليها. يعني انا الحين لو استوى هالشيء وانا سويت شيء يعني حطيت صابون شوي على وجهي معه لا لا. اوكي وللبروشز رح اعطيكم هاك كثير سريعه لك وللي عم بتفرج علينا كيف يغسلوا البروشز. هلا اكيد كلياتنا عندنا الفيس ووش، اي سوب من الفيس ووش عندنا مثلا سيفورا كولكشن، فبتجيبوا مثل زبديه او بول هيك بتحطوا فيها مي فاتره مو كثير عم تغلي ومو بارده بس فاتره شوي، بتحطوا عليها عصره من الفيس ووش مع زيت زيتون. سأليني ليش زيت زيتون؟ ليش زيت زيتون؟ بعدين بقول لك ليش. وبتحطوا بعد الفاصل بعدين بتحطوا البروشز جواتهم فور لايك 3 مينتس وبعدين طلعوهم بتحطوهم تحت المي وبتعملوا لهم هيك على بالم ايدكم. ليش بنحط زيت زيتون؟ ليش؟ لحتى البروش هدول الشعرات اللي هون يضلوا ناعمين ما يخربوا. لانه انت احيانا لما تغسليهم بطريقه بدون زيت زيتون بيصيروا هيك بينكشوا هيك بيعملوا يعني هيك بتلاقوهم هيك تفرقوا وكذا. بزيت زيتون بحافظ على شكل الشعره كيف طالع لانه كل بروش غير الثانيه. زي زيتون يحافظ على شعرنا ويحافظ على شعر البرشز. والله العظيم غريب عن جد غريب. انزين بيلك زيت زيتون بيلك زيت زيتون ما تعيدينها. انزين الحين other than زيت زيتون وكل هذا في ناس عندهم هالباد هابتس اللي هو شو ياكلون اظافرهم نيل بايتنج، فشو الحل؟ حطوا مانيكير. حطوا مانيكير ما بتاكلون لان ما تخيلوا تشوفون تاكلون معاهم مانيكير فما ما ما بينفع. فانا احس انه هالشيء ما بيخليكم تاكلون اظافركم. اي عن جد حطوا مناكير منه بيكون شكله حلو ما بتاكلوا اظافركم وفيكم تشيلوه باي اسيتون او نيل بولش ريموفر باي وقت بدكم اياه مشان اذا مثلا على الصاله على شيء فيهم يشيلوا. وهيك بيكون خلصنا عن الباد هابتس اللي نحن بنعملها وهابي نيو يير. اكيد حنترك هدول العادات بالسنه القديمه ورح نبلش سنه جديده بعادات احسن. انتم اكتبوا لنا بالكومنتس شو العادات السيئه اللي انتم عندكم اياها واذا نحن فينا نساعدكم اكيد رح نجاوب عليكم. وبعد لو تبون تعرفون كيف تختارون عطر أونلاين بدون ما تشمونه نحن صورنا لكم فيديو على القناة فروحوا تشوفوا بعدين ارجعوا هالفيديو ولا خلصوا هالفيديو عن روحوا كيفكم انتوا كيف بس تشوفوا ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت على هذا الفيديو. باي.